مساء الخير أحبائي المشاهدين على قناة أنتون برودكشن من ملبورن نقدم لكم أخبار أستراليا في أسبوع مع تحيات كادر التصوير والإخراج من ملبورن أستراليا تحية طيبة ونوافيكم بأهم الأخبار على مدار الأسبوع شارك رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في احتفال أقيم أمام نصب الشهداء في ولاية نيو ساوث ويلز لتخليد ذكرى ضحايا حرائق الغابات وتكريم رجال الأطفاء وقال موريسون في كلمته إن الصيف الأسود بدأ في فصل الربيع وأسفر عن مآسي لا يمكن أن استيعابها وأشاد موريسون برجال الأطفاء في أستراليا والخارج والذين قدموا تضحيات كبيرة للدفاع عن الأمة من خطر الحرائق المدمرة بدوره قدم شاين فيتستيمونز مفوض خدمات الحرائق تعازيه لأسر الأبطال الذين سقطوا أثناء القيام بواجبهم وأظهر أيضا من جهة أخرى أظهر استطلاع للرأي بين سكوت موريسون وأنثوني ألبانيزي لمنصب أفضل رئيس وزراء بالنسبة للذين استطلعت آرائهم حيث انخفض إلى 1% فقط فقد حصل ألبانيزي على 41% مقابل 40% لموريسون كذلك خسر حزب العمال نقطة واحدة بحيث أصبحت نسبة التأييد له 51 مقابل 49 صوتا على أساس الحزبين المفضلين لدى الناخبين أكدت السلطات الصحية وجود 7 حالات إضافية بإصابة فيروس كورونا ضمن مجموعة من 164 استرالي تم إجلائهم من سفينة دايموند برينسس السياحية في نفس الأثناء ومن المتوقع الإفراج عن أول مجموعة تم إجلاؤها من إقليم ووهان في الصين واحتجزت في معسكرها فمعسكر هاورد سبرينغنز في داروين وذلك بعد أن أمضوا 14 يوما في الحجر الصحي من جهة أخرى نفى وزير المالية الأسترالي ماثيوس كورمان وجود أي خلاف بين الحكومة الفيدرالية وحكومة نيو ساوث ويلز حول التمويل المخصص للمتضررين من جراء حرائق الغابات وذكر التقارير الإعلامية أن الخلاف كان مستفحلا لدرجة أن رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز رفضت تلقي مكالمة رئيس الوزراء سكوت موريسون وقال ماثيوس أنه ما من خلاف بين الحكومتين حول تمويل الأضرار الذي تم رصد مبلغ 2 مليار دولار له وأعربت إدارة طبعا هناك خبر ثاني من إدارة كازينو كراون عن قلقها من تراجع أرباحها في قسم كبار الشخصيات بنسبة 34.2% وحوالي 40% في كازينو كراون يقول كي بارتون كبير المدراء التنفيذيين أن هناك انخفاضا مماثلا في مدينة بيرث وذكر أن تفشي فيروس كورونا ساهم في تراجع أرباح الشركة لأنه تزامن مع بداية السنة الصينية الجديدة قامت السلطات الأسترالية بسحب قطار الكابل الذي انحرف عن سكته في منطقة وولن في فيكتوريا مما أدى إلى مقتل سائقيه وإصابة 11 راكبا بجراح وذكر أن القطار كان يسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة قبل وقوع الحادث في منطقة حدود السرعة فيها كان 15 كيلومتر في الساعة وتقول الناطقة باسم سلطة في لاين أن خدمات قطار الأرياف على خطوط سيمور وألبري وشابلتون ستبقى مقفلة وليس من المعروف متى ستعود إلى العمل طبعا وصلت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردن إلى سيدني لعقد اجتماعها السنوي مع نظيرها سكوت موريسون وذكر المحللون السياسيون أن قضية ترحيل النيوزيلنديين المتورطين بتهم جنائية ستكون من بين القضايا المطروحة على جدول أعمالهم وأيضا طبعا تأخذ تراجع هناك تراجع في سوق الأسهم المالية الأسترالية على وقع مخاوف متزايدة من المستثمرين من أن الفيروس كورونا سيكون أكثر خطورة مما هو متوقع وأغلقت كافة قطاعات السوق المحلية على نتائج سلبية ومن بينها مؤشر ASX و All Ordinaries والنفط الخام باستثناء أسهم مناجم الذهب التي كانت مرتفعة طبعا فيروس كورونا أصبح من الضروريات المهمة بالاقتصاد والمجتمعات الأسترالية والمجتمعات العالمية حيث هناك بحث يجري على قدم وساق بإيجاد مصل لهذا أو علاج لهذا المرض القاتل
طبعا يقول زعيم المعارضة العمالي أنتوني ألبانيزي أن سياسة حزب العمال الخاصة بالتغيير المناخي لن تؤدي إلى خسارة مقاعد نيابية في ولاية كوينزلاند، وأضاف أن هذه السياسة ستؤدي إلى خلق مزيد من الوظائف في مناطق الأرياف، واعتبر أن نتائج التغيير المناخي ستكون كارثية على الاقتصاد الاسترالي بحسب زعمه. غيرا أن الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الأحرار ذكر أن سياسة حزب العمال المعارض في مجال المناخ ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار طبعا التي ستكون جنونية، من حيث يسمى هذه الأسعار خصوصا في الطاقة وخسارة كثير من الوظائف. هناك مشروع في ولاية فيكتوريا يطلق حاليا جديد اسمه Container Deposit Scheme. Container Deposit Scheme لإعادة تدوير القناني وعلب الألمنيوم ودفع ثمن هذه المواد، وذلك من محاولة الحكومة للخروج من أزمة النفايات. يأتي ذلك بعد شهور من إلغاء هذه الفكرة التي كانت متبعة سابقا، وجاء في حساب رئيس الحكومة الولاية دكتور دانيال أندروز على الفيسبوك أن المشروع سيكون جزءا من مشروع كبير من أجل تقديم الدعم لصناعة إعادة التدوير. وتقول وزيرة البيئة ليلي دامبريزو أن المشروع سيطبق بحلول عام 2023. كما ذكرت صحيفة الإيج الاسترالية الواسعة الانتشار أنه لا يوجد دليل واضح على، طبعا هذا خبر آخر، لا يوجد دليل آخر طبعا، الرجل الذي قتل شقيقه في ملبون عام 2017 والذي كان يعاني من مرض نفسي. ويقول الطبيب الشرعي الجنائي أنه يحاول تقييم حالة جوناثان ديك 41 عاما الذي كان أشهر مطلوب في ولاية فيكتوريا لمدة سنتين بعد أن قتل شقيقه بالسيف في مصعد مركز ويتسفيلد دونكاستر، وسوف يتم استكمال التقرير الطبي قبل مثول ديك أمام المحكمة في 6 نيسان القادم. رفض رئيس الوزراء سكوت موريسون دعوات المطالبة بتسمية الصين بوقوف وراء الارتفاع الملحوظ للتدخل الأجنبي بالشؤون الاسترالية، وقال سوكومو أن الحكومة تتعامل مع التدخل الأجنبي بكافة أشكاله أي مصدر آتي. وكانت منظمة الاستخبارات السرية الاسترالية أي أوزيو ذكرت هذا الأسبوع أن التدخل الأجنبي وصل إلى أعلى مستوياته مع مزيد من العملاء الخارجين الذين يديرون عملياتهم في استراليا، وهذا أكثر خطورة مما كان عليه في ذروة الحرب الباردة. بدوره انتقد سيناتور تحالف الوسط ريكس باتريك الحكومة لرفضها وضع النقاط فوق الحروف. في مسار آخر حذر موريسون من أن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا وتأثيره على القطاع السياحي والتعليمي، واصفا هذا الفيروس بأنه أزمة صحية عالمية وليس أزمة مالية عالمية فحسب. فيما اعتبر وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ أن دائرته تعكف الآن على إعداد تقرير حول التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. أصدر فريق مكافحة الإرهاب في فيكتوريا تهمة بحق امرأة في ضواحي ملبون الجنوبية الشرقية، زعم أنها شجعت ودعمت شخصا للمحاربة في منظمة إسلامية إرهابية. وجاء في بيان الشرطة الفيدرالية وشرطة فيكتوريا أن المرأة 22 عاما من سكان هالم شكلت جمعية مع الرجل الذي كان عضوا في تنظيم داعش في سوريا يهدف تقديم الدعم في عام 2015 وتسهيل السفر للشخص الذي كان يسعى لمقاتلة في صفوف التنظيم في سوريا والعراق في عام 2016، وأعلن اسم المرأة في المحكمة وهي حداشة سادات خان. طبعا هناك كثير من الأخبار المهمة التي تفيد أبناء جاليتنا في المهجر، والتي طبعا فيها الكثير من المفاجآت والمفارقات الجميلة طبعا، منها ومنها الحزينة ومنها المفرحة. ستقوم 3 مجالس بلديات في ملبون بإعادة حوالي 20 مليون دولار من غرامات وقوف السيارات بعد أن تبين أنها غير قانونية. وسوف تقوم بلديات غلين إيرا وبورت فيليب وستونينغتون بدفع أكثر من 200 ألف دولار مخالفة، بعد أن ذكرت أمين المظالم ديبورا كلادس أنها مناقضة للقوانين وأنه يجب مراجعة مخالفات الوقوف التي أصدرتها شركة خاصة متعاقدة مع البلديات في الفترة ما بين عام 2006 إلى 2016.
وتقول المجالس على أنها من الرغم في عدم موافقتها على قرار أمين المظالم إلا أنها ستقوم بإعادة دفع هذه المخالفات للناس. هذا خبر مفرح، أعتقد سوف ترجع لنا بعض الأموال، وخصوصا كنت أقف كثيرا في تشابلز لدستونينغتون. تعرض رئيس الوزراء الإسترالي سكوت موريسون للمساءلة حول دوره في فضيحة منح المنح الرياضية بعد أن كشف النقاب عن 136 رسالة نصية أرسلت من مكتبه حول برنامج المنح، وركز زعيم المعارضة أنثوني ألبانيزي هجومه على تلك الفضيحة على حد تعبيره. تستعد الحكومة الإسترالية الفيدرالية لتحضير موازنة خالية من الفائض المالي، وذلك من أجل مواجهة تداعيات الفيروس، وكانت الحكومة تراجعت عن تعهداتها السابقة بتقديم فائض في موازنة شهر أيار مايو القادم، حيث أعلن وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ أن تداعيات فيروس كورونا قد تكون أسوأ من تداعيات حرائق الغابات. وقال الوزير في تصريح لوكالة سكاي الأخبارية أن الفيروس سيستمر بالانتشار عالميا، إضافة إلى حظر السفر الذي تفرضه عدة دول ومن بينها أستراليا، مما أثر على الوضع الاقتصادي. طبعا هذه الأخبار تأتيكم من قناة أنتون برودكشن في ملبورن. ذكر نيل كولسون مفوض المهارات في فيكتوريا أن الولاية تعاني من نقص في بعض الحرف والمتدربين على صعيد أستراليا، مما يؤثر على أصحاب المنازل والأعمال التجارية الذين لا يجدون سمكريا سباكا أي بلما أو كهربائيا إلكتريشن في بعض الأحيان. وأضاف كولسون أن بعض التخصصات أصبحت مشكلة متزايدة نظرا لتردد المتدربين الجدد بالتخصص في بعض الحرف والمهن واختبار مهنة أخرى أو دفعهم من قبل ذويهم للدراسات الأكاديمية أو الجامعية، أو حتى إن كانوا يتمتعون بمهارات تؤهلهم للحصول على حرف أفضل. ذكرت البروفيسور راينا ماكلانتاير أن أستراليا سوف تحتاج إلى أكثر من 1.5 مليون سرير في المستشفيات من أجل معالجة المصابين بفيروس كورونا. أصبح هذا الموضوع شائع جدا في أستراليا ويتحدثون عنه، وهناك نقص كبير في هذه المستشفيات، ولكن علينا أيضا أن نكون محافظين أكثر لنتمكن من تخطي هذه الأزمة الكبيرة في فيروس كورونا الذي طبعا أصاب الكثير من العالم. وهناك طبعا إحصائية تزيد كل نص ساعة تقريبا شخصين أو ثلاثة يصابون بهذا المرض عالميا. هناك الكثير من الأمور. الخبرين الأخيرين حبيت أنه أوصلهم لكل أبناء جاليتنا في ملبون، وهما أنه قرر طفل استرالي مصاب بمرض القزامة كان قد تعرض للتنمر في مدرسته التبرع بمئات الآلاف الدولار لجمعيات خيرية بدلا من إنفاقها على رحلته إلى ديزني. وظهر كويدن بايلز البالغ من العمر 9 أعوام في فيديو يبكي ويقول أنه يريد الموت، وذلك بعد تعرضه للتنمر من قبل زملائه في المدرسة. وانتشر الفيديو حول العالم بسرعة شديدة وشوهد ملايين المرات، مما دفع الكوميدي الأمريكي براد ويليامز إلى إطلاق حملة لجمع التبرعات على صفحته، ووصلت إلى حوالي 475,000 دولار. وكان من المفترض تحويل هذه الأموال إلى بايلز ووالدته ليزور منتزه ديزني لاند، إلا أن خالته أخبرت تلفزيون أي تي في في استراليا بأنه سيتم التبرع بهذه الأموال لمؤسسات خيرية، ونقل أيضا عنها قولها لن يفوت أي طفل فرصة الذهاب إلى ديزني لاند، لا سيما إذا عاش حياة شبيهة بحياة كويدن، وذلك هربا نحو مكان مليء بالفرح ليذكره بتحديات حياته اليومية. والخبر الأخير من سيدني هو هروب 3 قردة بابون. كان من المقرر أن يخضع طبعا الميل من عندهم الذكر لعملية تعقيم في استراليا الأسبوع الماضي برفقة زوجتيه، يعني حتى القرد متزوج 2. وكان الثلاثي يركض في شوارع أكبر مدن البلاد للبحث عن بعض الأمان، وقد تم استدعاء حراس الحيوانات والشرطة بعد هروب الثلاثي من شاحنة كانت في طريقها إلى مستشفى سيدني في ساعة الذروة المسائية. وقال وزير الصحة في الولاية براد هازالد لوسائل الإعلام محلية أن أحد تلك الحيوانات كان يستعد للخضوع للعملية فيما كان الآخران هناك لمساعدته للحفاظ على هدوئه.
وأضاف لصحيفة دايلي تلغراف جاءت زوجته للبقاء بجانبه أثناء خضوعه لعملية تعقيم، وأظهرت مقاطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي القرد الثلاثة تمر بين السيارات فيما كان المرضى يشاهدون وما يحصل مذهولين. ونصحت ناطقة باسم شرطة نيو ساوث ويلز الأشخاص بتجنب المنطقة، لكنها قالت أن لا خطر مباشرا على العامة. أعزائي المتابعين، شكرا لمتابعتكم وشكرا لإصغائكم للنشرة الإخبارية أستراليا في أسبوع من قناة أنتون برودكشن، مع تحيات مخلص يوسف والكادر طبعا لإخراجي والتصوير، شاكرين لهم ولكم حسن إصغائكم. شكرا جزيلا. شقت لي تنفيذ ليلة في دوف نورات خبا للوانا عتمولي نوف تخارطا يوم دتي نوف قطانت لي من عينو قامتها قديني قبيت لي شقت لي تنتي ليلة في دوف نورات خبا للمانا عتمولي نوف تخارطا يوم دتي نوف قطانت لي من عينو قامتها قديني قبيتني بغدال وقد شخ بيتني كل فلت خبيطة تغيو تاني
قبل بدء المحاضرة بلحظات طبعا نستقبل معنا أستاذ يوحنا بيداويد الكاتب والباحث في التاريخ والثقافة أيضا والفلسفة، وله كتاب شيق طبعا صدر مؤخرا، والآن سوف يعلمنا عن أهمية هذه المحاضرة في إعلام عن إعلام المسيحيين في القرن العشرين ومدى تأثيرها في المستقبل على الجيل القادم إن شاء الله. شكرا أخ مخلص، وشكرا لأخ شيرزاد والأخوة الكادر الإعلامي المرافق القناة توم. هاي المحاضرة كان هدفها بصراحة أنه أطفالنا دا يشعرون بنقص من يقعدون بالصف ومن يصير نقاش أنت من وين أنت من وين، فهذا إيطالي ذاك إنجليزي ذاك فرنسي من الأمم الكبيرة واللي عندهم إنجازات حضارية. فإحنا يعني فكرنا أنه نسوي فشي نربط أطفالنا وجيل الجديد ويانا، وأيضا نطيلهم بعض من الثقافة حتى من يريدون يعلمون هاي الشيء راح يفتخرون بحضارتهم حضارة أجدادهم، ويقدرون يقولون إحنا أبناء أو جذورنا ترجع حضارة وادي النافدين وقرن الأخير قرن العشرين اللي هو أجدادهم. راح اليوم نعرض أهم إنجازات أهم شخصيات وين اشتغلت وقدمت للعراق وشنو كان دورهم في بناء العراق الجديد خلال القرن الماضي. فهذا كان هدف أنه المحاضرة أنه راح نسويها بالإنجليزي مثل أبونا جليل طلب من عندنا اليوم، إن شاء الله راح تكون بالإنجليزي اليوث واليوم المثقفين أبناء جاليتنا هنا مالبون. طبعا كان هذا سؤالي الثاني، انه لماذا لا نكتب حول اعلام المسيحيين عن تاثيرهم وحياتهم نمط حياتهم وثقافتهم وقراءاتهم باللغه الانجليزيه، لانه الشباب اليوم دا يتحدث هذه اللغه ويريد يعرف انه اصله من اين اتى وشنو هم اجداده وشنو سووا بالماضي، فكيف يكون لهم الفخر انه على مود يعرفون انه كيفيه التعامل مع المادة الموجودة قدامهم، ويعرفون أنه يجاوبون عندما يسألون حول أي سؤال عن تاريخهم. فهل هناك فكرة بترجمة هذه المنشورات؟ شكرا أخ مخلص. بصراحة هاي المحاضرة هي سلسلة من المحاضرات، احنا سوينا محاضرة هنا بكنيسة مارغورديس أخويتهم عن أهم إنجازات حضارة وادي الرافدين، أهم إنجازات اللي موجودة هسه بالحضارة الإنسانية. كانكم أنه محاضرة الثانية راح تيجي عن الدور الآباءنا أجدادنا قبل دخولهم مسيحية، بعد يعني في زمن سلوقيين قبل مجيء الإسلام، يعني من فترة زيرو ميلادية إلى 600 ميلادية. فهنا راح نشوف المثقفين والكتاب. والمحاضرة الثالثة على أساس تكون عن دور بعد مجيء الإسلام، عن دور الآبانا في الترجمة، مو هي الحضارة شلون حضارة وادي الرافدين نقلت الأغريق بعد 600 سنة رجعت لنا، شلون رجعت أو 1000 سنة رجعت، أنه آبانا أجدادنا ترجموها إلى لغتنا وأيضا إلى العربية، وبعدين نقلت بعد 500 سنة راحت الغرب بلاتينية، وبعدين ترجمت إلى اللغات الحية الألمانية وفرنسية والإنجليزية. وإحنا أخذنا الجزء الأخير حتى شنو نسوي تشويق لهاي السلسلة من المحاضرات لأبنائنا حتى يعرفون نربط كل التاريخ. يابا إحنا أولاد حضارة وادي الرافدين ما بين النهرين، هذا تاريخنا، هاي إنجازاتنا، هذول هم أبطالنا، وحتى لا يصير خيبة عند أولادنا وأطفالنا أيضا. شكرا لك. شكرا جزيلا أستاذ يوحنا، وإن شاء الله دائما نكون في المقدمة ودوما نقدم ما هو جيد لأبنائنا وجيالنا القادمة إن شاء الله، وخصوصا بعد صدور كتابك سفر بلدك الأخير كان له تأثير على معرفة ضحايانا في الحرب العالمية الأولى على يد الأتراك طبعا، والذي راح ضحيتها أكثر من 120 ألف كلداني وأيضا مع مليون أرمني وتقريبا ما يقارب 80 أو مليونين يعني من الآشوريين والكلدان والسريان والأرمن. شكرا لك أستاذ يوحنا، وإن شاء الله نلقيك بالمحاضرة، ونتمنى أنه دائما نكون على لقاءات قادمة خصوصا مع مفكرين وباحثين في ملبون المهجر. شكرا لكم، وإن شاء الله نلقيكم بعد قليل. ونواثي خثواثي ميقري رمشوخ طاوة كبيرة بصيخة وقت دقت لها نتخذ فقياثة تخازغ أغذى ذي
يذخ أغذاذي قارخ أفكار الدغذاذي ليبخ من دغذاذي وأي فقته إلى خمد دنت فقياثة أن قايد الطلبخ هاوي شقلي شوبا قو بني عمان أخا بمدينة ملبورن ودخت خازوت إتلن ناشي مردو ثناي كبيرة لي إيبا فيديلن بأفكار ديهن منطي إلن من ديد إتليهن أديو تفقتن إلى منخا كثاوة مشمها وكشيرة من ابني عمن إتلي كبيرة كلياثة من قبي بولاتيقاي من كثوياثة قو مغلياثة يعني مجلات ومواقع إلكترونية اتفقتن إلى من خونا يوحنا بداويد بصراحة لك من مخكن ليوحنا بداويد لأنه كل ناشد يلاتي وقدي قاعة يذيله يذي مني ليوحنا بداويد يذي ما شكل شو بالخ بس أود لي ذيله أود لي ذيله بقارن خشكة من سي في ديو وانبحلوت لي لي بقارن بليشان عربايا اللي كاتب عراقي كلداني القومية ولد في قضاء زاخو سنة 1962 تربى في مدينة بغداد درس فيها الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وتخرج من جامعة بغداد سنة 87 وحصل على البكالوريوس في الهندسة الكيميائية هاجر إلى أستراليا سنة 1992 درس هنا أيضا في ملبورن في الكلية الملكية للتكنولوجيا RMIT على الصعيد الروحي هو خريج الدورة اللاهوتية في كنيسة القديس يوسف في السنتر بغداد اللي مدتها بين 84 إلى 87 وهو عضو فعال في الجالية الكلدانية والمسيحية والعراقية بشكل عام في ملبورن وأستراليا بصورة عامة له نشاطات في مجال الفكر حيث يعمل عضو في هيئة التحرير في هيئة التحرير لعدد من المجلات التي صدرت وتصدر في المهجر مثل مجلة أور أكد نهرة مدنحة التي كانت تصدرها أبرشية مارتوما للكلدان في أستراليا ونيوزيلندا كما أنه إداري في منتديات موقع إنكاوا الشهير ومشرف على منتدى الفكر والفلسفة هو عضو هيئة التحرير لمجلة بابلون التي تصدر حاليا في ملبورن له من المواضيع ما يقرب من 125 موضوع منشور في موقع الحوار المتمدن وكذلك في بعض المواقع المسيحية مواقع أبناء شعبنا كما نشرت له العديد من المقالات والأبحاث في الجرائد والمجلات العربية في أستراليا والوطن الأم العراق من اهتماماته هو يهتم بدراسة التطور الفكري من ثلاثة زوايا للمعرفة الفلسفة والدين والعلوم الطبيعية لدى الإنسان عبر التاريخ والمواضيع الإنسانية الأخرى مثل حقوق الإنسان والمواطنة وتاريخ الحضارات القديمة وبالأخص حضارة وادي الرافدين له محاولات في كتابة الشعر باللغتين العربية والسريانية وشارك في عدد كبير من الأمسيات والمهرجانات الشعرية التي أقيمت في أستراليا في مجال المحاضرات فهو غزير جدا حيث ألقى العديد منها في اختصاص الفلسفة واللاهوت والتاريخ والعلم في أماكن عديدة مثل ملتقى سورايا مثل كنيسة مارغورغيس كنيسة أقصد بها الأخوية في كنيسة مارغورغيس وكنيسة مريم العذراء شارك
في المؤتمر التأسيسي للرابطة الكلدانية في أربيل من 1 إلى 3 تموز الماضي، وانتخب عضوا في الهيئة العليا للرابطة وهو مسؤول فرع أستراليا حاليا. شارك أيضا في المؤتمر الأول للرابطة في 25 أيلول الماضي، وانتخب عضوا في الهيئة العليا ورئيس الهيئة الإعلامية للرابطة الكلدانية العالمية. والحديث عن الأستاذ يوحنا بيداويد يطول ويطول، لأن تاريخه حافل بالمنجزات وهو غني عن التعريف لدى الجميع. رحبوا معي بمحاضر هذه الليلة الأستاذ يوحنا بيداويد، تفضل. بسيما خونا سالم خنواتي خطواتي رمشاخ أمريخا، مرحبا بابونا جليل أدي الحاضر منا رغم ظروف الديو، وخنواتا خينة بالأخص خوني طوني حلو اللي حضر اليوم خصيصا لهاي المحاضرة، والبقية الأصدقاء والمعارف وأبناء الجالية من المثقفين ومن كتاب وأصحاب شهادات وثقافات. محاضرتنا اليوم اللي هو هاي المحاضرة هي عن أعلام المسيحيين في القرن العشرين ودورهم في بناء الدولة العراقية. احنا نعرف قبل 100 سنة عراق الدولة العثمانية مثل ما نقول فتتت، والعراق يعني بلاد الشام والعراق والخليج العربي والجزيرة والبلدان شرق شمال أفريقيا كلها تقسمت وصارت دويلات. فعراق صار دولة جديدة سماها المملكة العراقية الملكية العراقية أعتقد. فذاك الوقت ومن ذاك الوقت وحد الآن إحنا عندنا مثل ما نقول شخصيات أعلام عباقرة سياسيين كتاب لاهوتيين صحافة مسرح سياسيين عسكريين خدموا العراق كدولة وكانوا وطنيين من درجة الأولى دائما كل هاي الفترة. فاليوم راح نلقي نظرة سريعة، أنا آسف إذا أنسى أي واحد أي شخصية لأن هذا الشيء يراد لبحث يراد لمؤسسة ويراد مثل ما قلت دكتوراه بها، بس أنا حاولت خلال هالشهرين أجمع شقد ما قدرت أجمع معلومات وراح نلقي نظرة عليها. راح أحكي شوية سريعا تعذروني، هاي المحاضرة هي ضمن سلسلة محاضرات اللي بدينا نسويها خلال سنة، هدفها أنه نقول إحنا المسيحيين بصورة عامة أبناء العراق وحتى بلاد الشام إحنا جذورنا ترجع إلى حضارات القديمة وادي الرافدين أو حضارة وادي الرافدين اللي تشمل السومريين والأكاديين والآراميين والآموريين والبابليين والكلدانيين والآشوريين وكل الأمم الأخرى اللي سكنت حتى اليهود اللي سكنت وادي الرافدين وعاشوا قرون وآلاف السنين. فإحنا نريد نلقي ضوء على هذا التاريخ. فبدينا محاضرة الأولى أهم إنجازات حضارة وادي الرافدين، واليوم بدينا بالمحاضرة الأخيرة يعني المفروض تكون آخر مرحلة من التاريخ القرن العشرين، إنتاج الفكري والنشاط الفكري أو السياسي أو العملي للمسيحيين في بناء الدولة العراقية. هدف هذه المحاضرة هي أنه نترك أطفالنا يشعرون جذورهم ليست مثل ما أقول فارغة، يعني إلها جذورهم ترجع إلى أقدم وأغرز أكثر غزارة في العطاء بين الأمم وشعوب العالم، حضارة وادي الرافدين، مدينة بابل، مدينة نينوى، كانت مراكز العلم مثل ما هي نيويورك وباريس ولندن اليوم. فنريد ننطي هاي المعرفة لأولادنا حتى من يناقشون أو يشوفون أولاد الأمم الأخرى المهاجرة الأسترالية سواء ألمان أو إيطاليين أو روس أو فرنسيين أو بريطانيين لا يشعرون بالخيبة وكأنه هم جايين من الصحراء ما لهم جذور أو ما لهم أي ربط بالحضارة الإنسانية. هذا هو الهدف. أهم بعض الملاحظات المهمة، سنة 21 من استقلال العراق عدد المسيحيين كان حوالي 3.1 يعني هو 1.5 مليون، حوالي 100,000 كان عدد المسيحيين في العراق. نسبة المسيحيين في بعض الأماكن كانت أعلى من كل الشعوب الأخرى سواء الأكراد أو العرب، نوهدرا دهوك وكركوك وزاخو وبعض الأماكن الأخرى كان مدن كلها أغلبية مسيحية.
بحسب معاهدة السلام وسيفر ولوزان اللي صارت بعد نهاية الحرب العالمية، كان المفروض المسيحيين كل طوائفهم من الآشوري والكلدان والسريان يكون لهم حكم ذاتي، وكان هذا يعني أحد البنود استقلال العراق يكون، بس مع الأسف بريطانيا تخلت عن هذا. اشتركت 6 وفود مسيحية في معاهدة سلام الأخيرة لوزان، ولهذا كان أحد أسباب فشلهم لعدم وصولهم أي نتيجة. من أبرز الشخصيات التاريخية في ذلك العصر هم عندنا 3 أو 4 اللي هم آغا بطرس كعسكري، مار بنيامين شمعون اللي قاد الشعب الآشوري منقول من هكاري إلى أرمية وبعدين استشهد هناك، وباتر ريرك عمانوي الثاني توميكا، وهناك شخصيات أخرى راح نجي. هذا هو شخصية مار عمانوي الثاني، مار عمانوي يوسف توميكا الثاني. أهم هو 47 سنة باتريرك، أطول فترة يعني في تاريخ الكنيسة، يمكن هو رقم 1 أو الثاني. أهم شيء هو عمله اشتغل على أنه منطقة موصل أو لواء موصل يصير جزء من العراق، لأن أغلب المسيحيين مالنا كانوا ضمن هذا اللواء، خاصة قضية وضع الحدود، حدود اللي هو بين زاخو بين تركيا والعراق، اشتغلوا عليها وقدروا يحققون هاي النتيجة ولو هي مو كلها، لأن المفروض حكاري وبعض قرى إلى ماردين كلها كان المسيحية. أنقذ أخوة الآشوريين بالمذبحة سيميل، هو وقف وقفة قوية وجبارة وهدد الحكومة العراقية رشيد علي جيلاني بأنه يطلب من فرنسا حماية دولية إذا لم يتوقفوا، خاصة كانوا يريدون يقضون على الأخوة الآشوريين اللي داخلين القوش، فهددوا أهالي القوش مع اللاجئين الراحين للقوش. وموضوع سيمين موضوع طويل. آغا بطرس تعرفون لقب، نال لقب نابليون الصغير، نابليون القرن 20. طبعا دافع كسياسي محنك، كان من قادة بارزين وعلى فكر ومطلع بالسياسة العالمية، وكان معروف أيضا عند الحلفاء. أنا كلي في النهاية عاش يعني نفيا إلى فرنسا ومات هناك 32. أهم شيء بالمار آغا بطرس كان الصاحب مشروع وحدوي من بداية، من دخل العراق سنة 1918 فرفع شواء كلدو آشوري وحكم ذاتي. مار بنيامين شمعون قلنا عنه أنه قاد شعبه من هكاري إلى أرمية، وهناك القدر يعني ما ساعد المسيحيين بصورة عامة، لأن المفروض إذا ما كانت الثورة بالأفشية نجحت في روسيا كان خارطة العالم اليوم غير شكل. فاستشهد هناك على يد سمكو الشكاكي، وبعدين اضطروا البقايا من الأخوة الآشوريين يجون البعقوبة مشيا، فهي أيضا في السفر طويل ومؤذي. بعض الشخصيات الأخرى، المرحلة الانتقالية بين الدولة العثمانية والمملكة العراقية، من الأعلام البارزين المسيحيين اللي دخلوا في التاريخ العراقي والتاريخ الغربي، ألفونس منجانا أحد الآثاريين المعروفين. إذا سوون جوجل راح تشوفون عنده 1800 قطعة باسمه Group of ألفونس منجانا، كلها هي مثل ما أقول تحفيات وقضايا لغوية وقضايا تاريخية عن حضارات وهدرة في دين. هرمز رسام شخصية أخرى أيضا اشتغل ويا لهنلي لايارد في كشف عن قصور الآشوريين في خورسبات ونينوى ونمرود، وأيضا ساعد على نقل ثور المجنح إلى أوروبا. كاردينال مارو أغناطيوس جبرايل تابوني شخصية معروفة. مارا ديشير الكاتب الكاتب المشهور راح نجي عليهم. أوجي منا، توما أودو، روفايل إسحاق بابو، أنستان مار كرملي، هذولا كل المطران أقليمس يوسف داود. فأنا ما أقدر أقرأ كل الداتا عنها، يمكن أنتوا شوي شوي راح تقرون بعض الملاحظات اللي عنهم. هذا الفونس من قلنا كان كلداني، هاجر بريطانيا، عالم في اللغة، جمع مخطوطات حيث عدد كبير من المخطوطات والإيقونات والوثائق والتماثيل الحضارية القديمة،
وتحمل اسمه اليوم في المتحف البريطاني. له وثيقة نادرة، هو الوحيد عند هاي الوثيقة وترجمها إلى الكلداني، إحدى سور القرآن. هاي السورة الظاهر كلش معاصرة، سنة 1000 يعني سوى فحص عليها بهذا شو اسمه الرنين المغناطيسي والكربون 12، ترجع إلى 1370 يعني كلش قريبة لفترة نبي الإسلام محمد. هذا هرمز رسام، شخصية أخرى من قلنا اللي اشتغل ويا هنلي لايارد، شوفوا عنه. أيضا هاجر إلى بريطانيا وقلنا اشتغل ويا هنلي لايارد بالقصور آشورية، وبعدين دزت المملكة أو إمبراطورية يعني المتحف البريطاني دزوه إلى حبشة، وسوى أيضا تنقيب هناك وأسروا هناك. بعدين اضطرت بريطانيا قامت حملة لتحريره وخسروا مليون دولار، ولهذا يعني قالوا عنا الشخص الذي كلف مليون باوند دولة أو الإمبراطورية البريطانية. أشهر كتب هذا الراهب أنستانس كرملي، ماري كرملي، أحد عامدة اللغة العربية والثقافة العراقية، يعني هاي الكتبة، وهو صاحب كتاب المنجد المساعد، ألفه خلال 40 سنة، وكان عنده مجلة اسمها لغة العرب، وله عدة يعني عدد كبير من المؤلفات، وهاي أسماءها. أدي شير 27 مؤلف عنده، أهم كتاب عنده تاريخ كلدو آشر، وكتب تاريخ سعرت، وأيضا كتب في اللاهوت والصلوات واللغة. أجي منا واحد من أعلام أبناء شعبنا من باقوفة، أستاذ اللغة، كان يدرس مار يوحنا حبيب دير أو جامعتنا القديمة. مؤلفاته عنده قاموس أجي منا كل الناس تعرفه خاصة اللغويين، وأيضا عند هذا الكتاب الأصول الجلية في نحو اللغة الآرامية. أشهر شخصيات التي اهتمت بتوثيق مذابح حرب العالمية الأولى، هذول أبطال حقيقة، هذول أبطال. هسا إحنا مذابح صارت سنة 1914، لحد الآن بس مقالاتكم، ماكو توثيق، ماكو كتب، بس هذول بوقتها خلال 10 سنين هاي الشخصيات اهتمت وانتجت كتب موثقة عن مذابح العثمانيين ضد المسيحيين. جوزيف نعيمة كتابها بعنوان هل تفنى هذه الأمة، وكلها موجودة على ويب سايت أي واحد يريد ينزلها، وأيضا موجود مكتب الكنيسة اللي يشتري. الأب إسحاق أرمل القصارى في نكبات النصارى، إسرائيل أودو اضطهاد المسيحيين من كلدان وشوني والسريان والأرمن، الملفون عبد المسيح قرباشي الدم المسفوك، رفائيل بابو إسحاق تاريخ نصارى العراق، هذا شاعر وكاتب ولغوي وسياسي أيضا، مطران سليمان صايغ كل الناس تعرفه، مصلاويين يفتخرون به لأن هو كتب تاريخ موصل في 3 أجزاء، مار إيليا أبونا أيضا كتب تاريخ الأبوي ترجمة من سورة أو إلى العربي بالعكس. هذا هو جوزيف نعيمة اللي كتب هل تفنى هذه الأمة، هذا هو إسحاق أرملة، هذا هو الملفون عبد المسيح قرباشي، هذا هو إسرائيل أودو المطران، كان مطران ماردي، هذا المؤرخ، وهي تاريخ، هذا كتابة تاريخ النصارى في العراق، هذا مطران سليمان صايف. أشهر شخصيات السياسية في تاريخ العراق في النصف الأول، خلينا نقول عبد المسيح وزير عسكري ومترجم، هاي كلها بداية قرن 1900. داود اليوسفاني كان عضو اتحاد الترقي في الموصل، عربي التوجه، معظم هذول الشخصيات السياسية كانوا، وحتى الكتاب كان لهم مثل ما أقول فكر أنه يتوجهون إلى التبني اللغة العربية والقومية العربية ضد العثمانية، لأن دولة العثمانية
كانوا كلش متعصبين وما ينطون مفكة أو حرية لأي قومية أو أقلية أخرى. فكان المسيحيين يريدون يطبقون مع العرب حتى العرب كانوا يطالبون بالتحرر والتخلص من خلينا نقول السلطة العثمانية. ولهذا تشوفون كانوا يروحون لهذا التيار من أجل الوصول إلى هدفهم وهو امتلاك الحرية وممارسة الحرية. فهذا داود يوسفاني واحد من عندهم. الشخصية الأخرى السياسية في تاريخ العراق هو فهد يوسف مؤسس حزب الشيوعي العراقي اللي استشهد أيضا كتلوب 51 الصور يعني بهالحدود. رزق الله يوسف غنيمة وزير مالية الصحفي والأديب رفاعي البطي أول وزير إعلام 56 الطبيب المشهور حنا الخياط أول وزير صحة للحكومة العراقية بسنة 21-22 وهو عميد كلية أول عميد كلية الطب سنة 34-36 كامل قازانجي شيوعي وعالم اقتصاد قتل في الموصل أحتق بثورة شواف. الشخصيات السياسية في نصف الثاني من القرن العشرين واحد ماكو واحد ما يعرف طارق عزيز طبعا ما راح أحكي على أكثر ما مات في السجن. ينادم كان عضو مجلس حكم عبد الحد أفرام مؤسس حزب الاتحاد الكلداني سركيس أغاجان وزير المالية ونائب رئيس الوزراء في حكومة إقليم شهيد مجيد إيشع هداية أيضا وأكو وزراء وشخصيات أخرى يمكن 10-20 شخصية ماكو مجال إلنا اليوم نتطرق عليهم لأنه عندنا مثل ما قلنا راح بس يعني نمشي مسح تاريخي عليهم. هذا هو داود اليوسفاني عضو مجلس المبعوثان يعني كان يمثل الإمبراطورية العثمانية في موصل ممثل محافظة وبعدين صار عضو برلمان العراقي أيضا وكان رجل وطني دائما يحب يدافع عن العراقيين. هذا الوزير طبيب حنا الخياط أول وزير صحة عميد كلية الطب قلنا عليه. هذا يوسف غنيمة طبعا سياسي وشاعر معلم. هذا هو رفاعي البطي عميد الصحافة العراقية. يوسف غنيمة باطير كلدان وكان أيضا في سنة 51 صار عضو برلمان العراقي. ليش نذكر ضمن السياسيين لأنه موضوع البرلمان واتخاذ قرار سياسي. باطريرك ماريشايا شمعون أيضا كان يمثل الشعب الآشوري ولا نفوه سنة 33 وبعدين هاجر أمريكا ونهايته كانت مساوية في 75. هذا هو طارق عزيز قاعد ويا ريغن. هذا هو الشهيد الشيوعي فهد 49 ناصر. توماس شخصية حقيقة تستحق الدراسة والاهتمام. كان شيوعي وكان صاحب المبدأ وكان إنساني يعني حسب ما أنا قاري عنه يعني ما كان إنسان. هذا الشخصية سركيس أغاجان هذا إذا نمكننا عبد الحد أفرام مجيد إيشو حداية شهيد. أوكي الآن نروح المجموعة أخرى من الإعلاميين المسيحيين في القرن العشرين اللي هم صحافة. من يشتغل بالصحافة؟ تشوفون أغلب الصحفيين أو جرائد والمجلات صدرت في العراق صدرت على يد المسيحيين. الأديب رفاعي البطي مثل ما قلنا وزير الإعلام سنة 56 وصاحب جريدة البلاد أسسها ب 29 وشغل موقع رئيس تحرير لعدة جرائد. داود صليوة صاحب جريدة صدى بابل سنة 1909. رزوق داود غنام صاحب جريدة العراق سنة 1920. الأب كرملي لغة العرب هاي كان المجلة عربية راقية ما يكتبون إلا فلاطحة العرب من مصر ولبنان. رفاعي المازجي فايق رفاعي البطي ابن رفاعي البطي أيضا من الصحافة وهو مؤسس النقابة الصحفية. وأكو صحفيين آخرين طبعا أكو بالعرب هذول هم سليم حسون مطران يونان عبو يونان بولينا حسون أول امرأة عراقية تصدر صحيفة نسوية شهرية في بغداد واسمها ليلى كان عندي صورة عنها.
من الشخصيات أخرى، خلينا نقول يوسف رمز جمو، والد السيدنا مطران جمو، كان يشتغل بصرة جريدة صوت الشعب في البصرة سنة 35. أكو مجلات أخرى، خلينا نقول راح نجي عليهم في النهاية. أشهر الباحثين يعني كلها جماعتهم، بس هم يمكن فد 100 واحد من العلماء في اللاهوت، فلسفة وتاريخ الكنيسة واللغة، يعني هاي المجموعة الكبيرة اللي هم شخصيات معظمها من الإكليروس طبعا، يعني أغلبها من الإكليروس، وهذا صح يعني عادي لأن هم أكثر عندهم وقت وأكثر عندهم اطلاع، فما راح نقرأ اسمائهم تشوفون. ايضا هذول علماء اللاهوت والفلسفه المعاصرين، يعني اغلبهم احنا شايفينهم او مدرسينا او اصدقائنا، مثل يوسف حبي، ابونا البير، بطرس حداد الله يرحمه، بنيامين حداد موجود الله يطول عمره، بشير فرانسيس قديم، وفؤاد سفر بدايه القرن، يوسف معقول مسكوني، ويعقوب سركيس، هذول اربعه الاخيرين بدايه القرن ايضا. ايضا من العلماء اللاهوت والفلسفه يعقوب افرام، ويوسف قوزي احياء، بس ميخائيل عواد قديم، وسليمان غزاله قديم. اوكي، اشهر الرياضيين المسيحيين في بلاد وادي الرافدين او العراق، هم احنا معروفين بكره القدم اكثر اي شيء اخر، عندنا لواعيب ماخذين شهره عالميه مثل جورجيس اسماعيل، عمو بابا، يوارش، يورا إشايا، ناصر تشكو، دكروس عزيز، باسل جورجيس، سعدي توما، وميت منيرة، يبوديشو، ثامر يوسف، شدراك يوسف. طبعاً أكو مجموعة أخرى هم بعدهم يعني صغار موجودين، اثنين عندهم هنا أكرم عمانويل وعايد السو، عندنا اثنين لواعب هسه هم تقريباً منتخب، جاستن ميرم وروبين سلاقة. عندنا نتشرف بوجود الأستاذ الدكتور فالح فرانسيس، مأكد عليها بدبليا كابتن فريق العراقي بكرة الطائرة، ترى مو بس هو مدرب المنتخب الوطني، طبعا دكتور فرانسيس قاعد هنا، أهلا وسهلا بي، نتشرف بي. دكتور يوسف نعمان بطل العراق في رفع الأثقال 45. أكو رياضيين وآخرين يمكن أنا ما أعرفهم أو ما صار لي مجال أبحث كفاية حتى أجيبهم هنا، بس يعني هاي نخبة رفعت اسمنا بين في حقل الرياضة بين العرب. هذا هو عمو بابا، أشهر لاعب، أشهر مهاجم، أشهر مدرب، أشهر شيء في كل شيء هو عمو بابا الشهير. أوكي، من أخوة من عالمين أو شخصيات المشهورة من الأخوة الأرمن هواية هما، بس قدرت أجمع هذولا. سارة خاتون، هاي كانت منطقة كم سارة موجودة قريبة بغداد الجديدة، كانت زنقينة وساعدت اللاجئين المسيحيين بالأخص الأرمن اللي دخلوا بالعراق، اللي كان حوالي 25,000 من عندهم، وهذا النامق باشا والي بغداد كان يريد يتزوجها، واكو حلقة عليها، بعدين هي ما زوجتها وهربت من هذا الشخص الثاني كل بن، هاي انتو تعرفوا اكثر من عندي، الرجل يعني اصحاب المواقف الانسانية والوطنية، يعني صحيح هو رجل اقتصادي بس ايضا كان يساعد وملعب شعب شاهد على انجازاته. باتريس أوهانيسيان، هاي طبعاً عازفة مشهورة عالمياً بصراحة، أي يعقوب سركيس، وعندنا هذا دكتور آرام أميناك بابو خان من الجماعة الموسيقيين اللي نال عدة الأوسمة، كل واحد من عندهم أكو 3-4 صفحات معلومات عن حياته. المؤرخين الجدد اللي عندنا هسه مثل جورجيس عواد قديم، بس دكتور جوني دوني جورج، بينام الصوف، بطرس حداد، البيرابونا، الأبس القاشة، وآخرون، يعني هذولا تقريبا نصهم أحياء، ويعني نصف الثاني من القرن العشرين نتجاتهم.
موسيقى. شوفون غانم إيليا آلة العود والكمان، رئيس قسم موسيقى في الإذاعة العراقية والموصل معه. منير بشير عازف العود، اشتهر في تمثيل العراق في المؤتمرات العالمية. جميل بشير أخوه درس في معهد فنون جميلة، عالم مشهور أيضا. حنا بطرس مؤسس فرقة الموسيقية للجيش العراقي، وابن باسم حنا بطرس مدير سمفونية الوطنية في وزارة الإعلام. فايق حنا مروقي له معزوفات مشهورة، يعني هو ألفها، يعني أغاني عراقية قديمة معزوفات معروفة. فريد الله وريد ويردي أستاذ ومشارك في المؤتمرات عديدة، ساهم في تطوير الموسيقى الحديثة في العراق. أصور دخل آلات الموسيقية الجديدة العراق أو الغربية. سعيد شابو الصناطي أعتقد هذا اللي يعرفون، أي هو كتب نشيد الوطن العراق. إيه راح لحنا صح. إيه شعرانا، شعراء القدامى رزوق فرج كان بالبصرة، وهو ويا بدر شاكر بن سياب ونازك ملائكة أسسوا رابطة سموها أخوان عبقر. يعني كان صوروا واحد يكون زميل ورفيق بدر شاكر بن سياب، إيش قد يكون. عندك فرانسيس بطرس جارمو، شوفون شاعر قديم. ألفريد سمعان حنا كان أمين أدباء العراقيين أعتقد قبل فترة. إيه يعني هسه مات قبل شوية. توفى. إيه توفى قبل 5 سنين. سرغون بولس هذا شاعر ال. سرغون بولس وجان دمو وفاضل عزاوي وصلاح فايق مجموعة كركوك شعراء معروفين. سرغون بولس أشهر شاعر بيناتهم طبعا، بطرس قاشا أيضا، ويوسف سعيد توفى في سويد قبل 5 سنين. المسرحيون راح نرجع مجموعة أخرى من الشعراء الحديثين موجودة بالنهاية. المسرحيون نعوم فتح الله سحار، أول من دخل المسرح كلون أدبي، يعني كلون أدبي قدمه الجماعة الأهالي موصل في التاريخ الثقافة العراقية. بهنا ميخائيل أكاديمي ومسرحي ومؤلف مسرحيات مثل مسمار جحا، حنا الرسام كاتب مسرحي، عوني كرومي كلكم تعرفوه، وريكاردوس وتوماس حبيب أيضا من المسرحيين والفنانين، وأكو بعد. بالنسبة للأطباء بصراحة عندي مجموعة يمكن فت 10 أوراق، كل ورقة حوالي بها 30 اسم، ف30 في 30 يعني فت 600-700 طبيب اسمهم كلهم متسلسلين. فهذا الأهم الأطباء المعروفين المشهورين يعني بتاريخ العراق اللي قدامى. دكتور يوسف نعمان أشهر طبيب في القلب عراقيا وعربيا وعالميا، مدير عدة معاهد ومراكز العالمية وعدة مجلات، يعني كان يكتب في عدة مجلات. دكتور حنا الخياط حكينا عنها، دكتور ظافر حبوش، مظفر حبوش سوري أكو أخطاء إملائية، دكتور غانم عقراوي، دكتور جميل دلالي، دكتور فليكس يوسف، هذول قدامى كاتب تاريخ. هذا جميل دلالي سنة 1916 أخذ دكتوراه من أمريكا، دكتور فيليكس أخذ دكتوراه ماله سنة 1946 من بغداد. عائلة سرسم عندهم 5 أطباء، 5 أطباء يعني من عندهم قلتكم أكو هواية. أبرز المسيحيين الشيوعيين الشخصيات فهد، توماس، جميل توما، نوري روفائيل، كريكور أغوب، هذول الثلاثة الأخيرة من الجامعة الأمريكية. يوسف الصايغ، داوود الصايغ، وارخا جار، وكامل قازانشي، وإبراهيم قصو. هذا إبراهيم قصو كان مسوي محاولة لاغتيال عبد الكريم قاسم، كان مشارك بال.
الأكاديميين والعلماء والمهندسون المعروف، هذول المعروفون عالمياً. دكتور متى العقراوي هذا رئيس جامعة بغداد، يعد من مؤسسين جامعة بغداد، وصار رئيس الجامعة سنة 1959. دكتور متي ناصر مقاديسي عالم فيزياء والفلسفة، بصراحة هذا من فلاطحة علم الفيزياء، كان يكتب مجلة العلوم إذا تذكرون بالثمانينات كان تصدر بغداد، واحد من يعني كلش معروف. الأستاذ بشير إلياس اللوس عالم فيزيولوجي. أنطوان صبري أنطوان أستاذ في كلية الطبابة. المهم هاي كلمة بروفيسور هو أستاذ جاية هاي كلية الطب، هاي الكلمة بروفيسور غورغيس عبدال، هذا أستاذ عميد كلية علوم في بصرة، عنده ما أعرف 20-30 براءة اختراع، وهسا أيضا يدرس في سيدني. دكتور جورج يوناثان سركيس أستاذ جامعة مستنصرية. ريمون نجيب شكوري هذا أستاذ رياضيات مدرس صديقنا هرمز، اليوم ما جاي هرمز هنا، في كلية علوم قسم الرياضيات، وأيضا جد كان مشهور أضاف إلى النظرية النسبية صيغة جديدة، يعني طورها النظرية النسبية لأينشتاين، يعني عالم مشهور في الرياضيات بصراحة. إذا سووه بجوجل راح تشوفون وياه. دكتور حنا خياط قلنا عنه، دكتور رفايل وهبة رئيس قسم الهندسة المعمارية، هذولا رؤساء أقسام أيضا. هاي بس جبت ثلاثة بس يمكن أكو فد عشر له. دكتور عمانويل حنا ميخو رئيس قسم الهندسة المعمارية، هذا من جماعة مانجيش. ودكتور صباح أمين كركشي رئيس قسم الهندسة الكيميائية، يعني دخلت بالهندسة الكيميائية، هو أعتقد طلع سافر وبعد ما رجع. لا من وراي، من ورا جيش شعبي. أشهر الضباط في جيش العراقي، ضباط جيش العراقي طبعا أدنى 119 واحد. هاي مقالة كتبها هذا الضابط فريق أول ركن متقاعد منذر ميخائيل نعل، هذا هو كتبها هاي المقالة في موقع اتحاد الديمقراطيين العراقيين. من هم؟ أخذ مجموعة من عندهم، هذول هم تشوفون يعني في أعلى هذا اسم لواء طبيب مظفر حبوش اللي كان يشتغل بمعسكر رشيد. هاي 45-40 اسم بس أكو 60 اسم آخر باللستة. الأدباء والشعراء الأبناء أبناء وادي رافدين، خلينا نقول هاي مجموعة دزليها أستاذ الأديب نزار ديراني، منصور رؤية زكريا، والشاعر غورغيس الشوتي، بنيامين كندلو، كلهم قسم من عندهم مشتغلين كلهم باللغة السريانية، مجمع العلمي العراقي عندهم مجموعات شعرية وكتب، كتاب قصة قصيرة وقصص أو مقالات. هذا أوراها يلدا، زي نمرود، يوار شهيدو، مت فيليب البازي، هذول من الشعراء المعاصرين خلينا نقول بالثلاثين أربعين سنة الأخيرة. مرحوم يونا هوزايا، نزار ديراني قاعد ويانا أهلا وسهلا بي، عادل دنو بسيدني، شاكر سيفو بعراق، مريض خطية، لطيف بولا بالقوش، جوان حسان مجاية موجودة مالبورن، فيفيان سليوة شاعرة على مستوى الوطن العربي بصراحة. هذول من المبدعين ايضا من اصدقائنا دكتور عبد الله رابي ودكتور افرام عيسى الله يرحمه، توفى طبعا، رفع اسمنا بفرنسا لان ادى اكثر من 12 كتاب 10 كتب كلها مترجمه الى الفرنسيه عن حضاره وادي الرافدين.
أشهر مجلات اللي صدرت نصف الثاني من القرن العشرين. نجم هاي الباتريركية الكلدانية مرحلتين يعني صدروها، توقفت ب 38 يعني 10 سنين، بعدين ب 50 رجعوها، وكان رئيسها سليمان صايغ المطران المشهور. وكتابها طبعا شوفون المرحوم باتريرك روفائيل بيداويد، يمكن 23 مقالة عنده، ماربول الشيخو، ألفونس شوريس، وحنا قريو، داود شلبي، أكو أسماء أخرى من كتابها. يعني نجمة المشرق هاي موجودة هسه تصدر هيئة التحرير مالها، أبونا البير دكتور يوسف حبي الله يرحمه، دكتور بطرس حداد أيضا الله يرحمه، وسيدنا ساكو من أعضاء هيئة التحرير من صارت المجلة. هسه شوية يصير تغيير بسبب الوفيات والتنقل. مجموعة مؤسسي مجلة فكر المسيحي طبعا يعرف معروفين أنه يسوع الملك، المطران جرجيس قسموسة موجود بأستراليا أيضا، والأب بيوس عفاص معروف قبل 6 شهور كان هنا بالسيارة، وأب نعمان أوريدا، والمقام ميخائيل جميل. ميخائيل جميل؟ آه ميخائيل جميل متوفي ما. مجموعة طبعا هاي اشتغلوا شقد من 64 إلى 95 30 سنة، بعدين استلمها سيدنا يوسف توما. مجموعة آباء دومينيكان هم اشتغلوا حوالي 20 سنة بها، يوسف توما، فيليب هيرمز، ظافر نوح، و يعني موجودة الهيئة الإدارية مالهم موجودة في المقدمة بهم في 30 سنة. مجموعة مجلد ما بين النهرين، مطران جاك إسحاق كان رئيس، بطرس حداد، لويس ساكو، البيربونة، دكتور دوني جورج، بنيامين حداد، عبد العزيز، كلهم هذول هيئة التحرير، بس قسم من عندهم تتغير الأسماء بحسب ظروفهم. خلاصة المحاضرة، من أهم شخصيات اللي رفعوا اسمنا في المهجر أو في الغرب هو ألفونس ملقنة، وأيضا هرمز رسام كآثاريين. كعالم عندنا هذا عالم عراقي فيليب، المهندس فيليب خمو الشماس، يشتغل بالناسا، كان مهندس كهربائي توفى ببداية الثمانينات. نعم. وعندنا دكتور متى عقراوي أول رئيس جامعة بغداد. منير بشير كعازف أيضا معروف، عمو بابا كرياضي معروف، مظفر حبو مظفر كوركشي. إيه هذا مو نفسه مظفر حبوش. نعم. وعندنا بروفيسور عراقي أصل والد بالعراق وهو بالبريطانيا، عنده مستشفى خاص باسمه، اسمه آرا دار زوري، هو أرمني أصور دار زيري الاسم يعني كردي تقريبا. سنة وزير الصحة البريطاني هسه. وعندنا كبروفيسور في جامعات جورجيس عبدال من أشهر أساتذة اللي معروفين عالميا، عندنا طارق عزيز كأشهر سياسي تاريخ العراق من المسيحيين. أتصور. شكرا لاستماعكم، وآسف إذا يعني نسيت بعض الأسماء مهمة أو شفتوا بعض يعني نقص، بس هذا الوقت ما يسمح لنا نروح أكثر نطول. ممنون. إذا أكو أسئلة أو إضافات بس رجاء يعني يكون قصيرة وغير مكررة. تفضل شما فوزي. كيف وينك؟ احكي. يعني هناك أنا كمك، مو كل واحد مرة يجي هنا يحكي ويروح. يعني أكو شخصية مرموقة جدا. إيه؟ كان يدافع عن لواء الموصل دائما وحضر
شكرا للإضافة. تفضل أخونا رياض. فنانين نعم. شكرا شكرا اخونا ريال. تفضل ربي نزار. مو اعلام مو اعلام اعلام كشخصيه بارزه بس لا عالم عالم يعني عم بابا يعني علم من اعلامنا يعني كل الدنيا تعرف عم بابا علم دكتور دكتور دقيقه استاذ يوسف تفضل دكتور موجود صح موجود موجود طبعا هو عند وحده من الخرائط الموجوده في الكتب اللي تدرس بالمتوسطه والاعداديه كتب التاريخ هو عمي كان مسويها حاطها بالكتاب الشيء اللي يغني المحاضره كان اعتقد لو تسوي مجموعه النساء المسيحيات عندي بس وقت يعني خفت من وقت تعرف موجود موجود انا اقدر اقسم عندي مصدر هسه اقول لكم اشهر هذا كتاب ما سيلقاش ساعدني بصراحه بس انا ما اعتمد كله عليه لان هو ضاف بعض الاسماء انا ما مقتنع بها بس انا ما دام حكيت عن النسوان راح اقول اسماء البرتن البرتن هي اهتموا باسمائنا وعندنا مؤرخ معروف اسمه جميل رسام اسمه رسام
معروف هو من مهرموس رسام جميل، هو اللي كتب يعني كاتب واي عن عن تاريخ المسيحيين دورهم في الموصل. فالأغلب الناس يعني المثقفة الوطنية دور المسيحيين مهاملي، بالعكس يحترموهم ويعتبروهم تاج برأسهم، بس كشعب اللي هو متدين، كشعب أمي، كشعب بعضهم متعصبين، لا ما يعترفون. مثلا عندنا شخصية جرجيس عبد الله عطلة، هذا الكاتب والصحفي اللي كتب تاريخ الأكراد، جرجيس فتح الله. من وين جرجيس فتح الله؟ الأكراد كرموه، مع العلم هو مسيحي وكتب تاريخ الأكراد وكتب عن تاريخ يعني عنده نشاطات أخرى. فبالنسبة لطبقتين أو الجزئين، الطبقة المثقفة تعرف وتحترم وبالعكس هي تكتب عن تاريخنا، وطبقة اللي متدينة وتابعة الخارج العراق بصراحة بالعكس هم اللي كنسونا إلى الخارج. يعني شوف أستاذ سوري نسيت أدور أخوانا أدور، إحنا بسنة 1921 كنا 100,000 والآن رجعنا يمكن 200,000، يعني قرن كامل عددنا ما صار يعني واحد ما صار اثنين، البقية كلهم كنسوهم برا. مع العلم عددنا لو باقين بالعراق اليوم 2.5-3 مليون مسيحيين، 3 مليون فور شور، لأن إحنا بسنة 87 كنا 1.5 مليون، هاي 30 سنة كان صرنا دبل. أتمنى سؤال بس تاني بس مشان عفوا إذا بيخط الوقت شوي زين، هل عمل كثير منيح هالأشخاص كلهم عطوا للوطن وعطوا للناس وفي هلا في ناس عم يعملوا؟ أكيد. شو العمل نحن كشعب تثبيت وجود هني؟ أنا بعرف كثير منيح إنه كعرب وكغير قوميات بحبوا هذا جرح عميق استاذ ادوار. احنا بدون وحده راح نضيع. هذا يعني مجرد كنت احكي ويا استاذ نزار من كندا نحكي، احنا مجلبين بالتسميات. يعني احنا مالبورن مثلا ليش ما عندنا فت مؤسسه للتوثيق هذا التاريخ، لعمل في دعايه اول شيء ترجمتها للجيل الجديد والمحيط بالنا حتى البلدان او الشعوب الاخرى تعرف تاريخنا، تعرف احنا منو، شلون ظلمنا، ونفس الوقت نرجع العراق وحدتنا وندخل يعني نشتغل. نشتغل سوا حتى مثل ما نقول نوصل حقوقنا ونثبت وجودنا، لان انقسامنا هو ضعف، حقوقنا ضاعت بسبب انقساماتنا. نعم اخونا ما معروفين، بس هم يعني عندي أول كابتن من العنصر النسائي في الخطوط الجوية العراقية كان صحيح جوزفين سنة 49، يعني بعد سنتين من تأسيس الخطوط الجوية العراقية، صحيح أول مرة يمكن على مستوى العالم مو بس العراق، وأول طبيبة أيضا مسيحية. أكو مطرب لها تمثال في شمال أربيل اسمه يسموه مامسيوة، هو صيوة إيه من شقلاوة يمكن بشقلاوة. نعم تفضل اخوي جورج. طبعا كل الشكر لك طبعا بصراحه، يعني انت تعبت هوايه على هالشيء التوثيق، ونشكر الاخوه اللي يبادرون اللي يكون اسماء اخرى، لكن احنا مثل ما تفضل انت دائما لمحت لهالشيء هذا، بس اتمنى منك والاخوه الكادر المبدع اللي عندهم المامات وتجميع وتوثيق أن تسووا لنا فالنموذج حلو لهالشيء هذا، وتوصلوا لأجيالنا، توصلوا لأبنائنا هنا، خلي يعرفون آبائهم وأجدادهم وأخوتهم الكبار إيش يسوون وش أبدعوا. نتمنى هالشيء، أنت من بدأت هالشيء خليت فد لبنى كلش حلوة صغيرة، فنبتة صغيرة بسيرات من يرويها من يعاونك بيها، وين بس نحكي بسوي. شوف أخ جورج شكرا. كتاب سفر بلك قضينا 5 سنين وأكثر،
وهسه ترجمنا. كم مؤسسة دعتني أسوي محاضرة عن مذابح السفر باللك اللي هي دماء مسيحية مو قومية ولا سياسية. هذول 350 ألف من الكلدان والآشوريين والسريان سقطوا بسبب صليبهم وعمادهم ما نكروا، واللي نكر صار مسلم يمكن هسه عنده أحفاد يعيشون بتركيا. فكم كم مؤسسة كم كنيسة كم اهتم بهالموضوع؟ ماكو. فهاي مشكلتنا احنا ما نهتم. مثل ما قلت 6-7 من كتاب بذلوا جهودهم وكتبوا تاريخ المذابح العثمانية وثقوها لنا، مع العلم لو اي واحد من عندهم يلزم ينقتل، وقتلوا هواية من عندهم بس سووها لان كان عندهم مبدأ. احنا 2014 ولحد الان ما مشتغلين يعني حتى هاي كم مرة احنا المؤسسات وزارة وما ادري شنو ونرفع تقارير، هاي مو شغل. هذا لازم نوثق تقارير نثبت ايش صار وين ونسوي كتب وننشرها ونوزعها مكاتب. غسل دماغي شلون يصير بالاعلام؟ شلون نقلع الناس انه لنا حق بالاعلام؟ جينوسايد ما احكي، جينوسايد اليهود شلون وصلت بالاعلام؟ هسه جينوسايد اكراد مع حلبجة هي عمود الفقر لقضيته. احنا كم جينوسايد صار لنا بس ماكو. تفضل استاذ انطون توني. حلو تاريخه
في نهاية هذه المحاضرة نشكر الأستاذ يوحنا بيداويد محاضر هذه الليلة، والتي قدم من خلال أنتون برودكشن هذه المحاضرة التي تهم أبناء جاليتنا وأهم أعلام القرن العشرين. إن شاء الله يكون موفق دائما بجميع محاضراتك، ونتمنى لك التوفيق. شكرا أستاذ مخلص، وشكرا لأخونا أنطوان، وإن شاء الله موفقين بإذاعتكم ومحطتكم. وطبعا يعني دعمكم أيضا كان هو أحد أسباب لتوصيل هاي الكلمة. طبعا راح ننشر اليوتيوب وناس تسمع، وهاي الفائدة نتبادل الثقافة ونساعد أبنائنا للوصول إلى هاي المعرفة الضرورية في المهجر. شكرا لكم. شكرا. شكرا جزيلا يوحنا بيداويد وعلى هذه المحاضرة القيمة، وإن شاء الله سوف نكون معكم بلقاءات أخرى قادمة لمبدعينا ومفكرينا في المهجر، وخصوصا في ملبون، حيث سنوافيكم دائما بما هو جديد من خلال قناة أنتون برودكشن. ونتمنى للكادر الإعلامي والمخرج طبعا يوم شرزاد اللي أبدع بهذه المحاضرة، شكرا لكل الحضور، ونتمنى لكم موفقية، وإلى اللقاء إن شاء الله في محاضرات قادمة، ونلتقيكم على خير. أعزائي متابعي قناة أنتون برودكشن، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا البرنامج وهذا اليوم المبدع، وهذا في محاضرة الأستاذ والباحث في التاريخ والفلسفة والثقافة أيضا الأستاذ يوحنا بيداويد. نلتقي على هامش هذه المحاضرة مع الأستاذ نزار ديراني، أهلا وسهلا بك، وشرفتنا في ملبورن، وأنت طبعا علم من أعلام اللغة والثقافة السريانية في طبعا في بيروت وفي العراق والآن في أستراليا. سوف طبعا نرى إبداعاتك وطبعا لقاءاتك القادمة إن شاء الله على خير، ونريد منك أن تعطي نبذة مختصرة من هو نزار ديراني. شكرا جزيلا. نزار ديراني مواطن عراقي سرايا من شمال العراق قرية ديرابون قضاء زاخو، انتقل إلى بغداد ومن بغداد إلى مرة ثانية إلى زاخو إلى ديرابون، وانتقلت إلى لبنان وبقيت حوالي 3 سنوات بلبنان، والآن حاليا في ملبورن. ما هو معنى الثقافة الذي ممكن أن الإنسان يستفاد منها، وكيف أن نطور طاقات الجيل الجديد في المهجر خصوصا؟ يعني مفهوم الثقافة بالحقيقة بالأصل يعني مأخوذة من كلمة الفلاحة، يعني بالسابق اللي كان يشتغل بالفلاحة كان يعتبر مثقف، ولكن الحياة تطورت. يعني الثقافة هي أن يكون الإنسان ملم بكثير من الأمور، يعني من يكون في مكان معين، من يكون حديث على الأقل يكون عنده إلمام بهذا الحديث ويقدر يشارك الآخرين، فهاي تعتبر نوع من الثقافة. يعني الثقافة لها مدلولات كثيرة، يعني مثلا اللي يكون عنده إلمام بالموسيقى يعتبر مثقف، اللي يكون عنده إلمام بالرياضة يعتبر مثقف، اللي تقدر تقدم طبقة من الأكل مرتبة نظيفة يعني يعتبر مثقف، يعني نوع من الثقافة. فمفهوم الثقافة مفهوم واسع جدا. شكرا جزيلا. طبعا نحن نشكر حضورك اليوم، وإن شاء الله نراكم أنتم من يحاضر بالمستقبل إن شاء الله في كثير من الأمور، ونتمنى لكم إقامة دائمية سعيدة في ملبون، وإن شاء الله نراكم على خير دائما. شكرا جزيلا.